النهاردة التلات 24 يناير 2023 من داخل معبد الأقصر من حفائر البعثة المصرية في منزل ياسا أندراوس. بدأنا الموسم في 1/9/2022، كان موسم هايل. تم الكشف عن مدينة سكنية متكاملة وفي برجين حمام يظهروا ولأول مرة، برج كبير مستطيل الشكل تقريبا بنتكلم على 13 متر في 8 وبرج تاني 7 متر في 7، وهنا الفخار اللي كان بيستخدمه المصري القديم وخاصة في القرن الثاني والثالث الميلادي لتربية الحمام.